بفاميلي. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كثير من الناس وهو الميجران، هالوجع الراس يلي بيكون فعلا كثير مؤذي وممكن فعلا بغير حياه الشخص يلي بيكون منصاب فيه، ولكن نحن كمان في كثير اشياء بنسميها ميجران، يعني تحت عنوان ميجران في كثير اوجاع ممكن انه تكون عم تنخلط سوا وحتى يكون العلاج ما عم يوصلنا للمكان المنشود. اليوم رح يكون معنا باستوديو رانيا جميل، اخصائيه بالعلاج الفيزيائي والطب الصيني، رح نتعرف اكثر على الميجران، كيف ممكن تشخيص هالنوع من المشاكل، وقد ايه الطب الصيني ممكن انه يكون عم بيساعد هالاطار. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. لما بنقول ميجران يعني في تشخيص واضح لهالموضوع؟ يعني بالاصل تشخيص الميجران صعب، منه هين. مزبوط. اجمالا اللي بتلاحظي انه العالم شو كل ما واحد وجعه راسه بيقول لك عملت ميجران عملت ميجران. تشخيص الميجران هو بتطلب في كرايتيريا، في علامات معينه بتقول لنا انه الشخص مصاب بالميجران او مش مصاب بالميجران، وعلاج الميجران غير علاج الاوجاع الراس العاديه. يعني في الانترناشونال هيديك اسوسيشن حددت انواع اوجاع الراس وحددت شيء سمته برايمري هيديكس، يعني اوجاع الراس الاوليه اللي هي من ضمنها وجع الراس العادي اللي بنسميه تنشن هيديك، واحد بيكون موتر معصب مشنج بحس بضغط براسه. في منها الميجران والكلاستر هيديك اللي هو كمان نوع كثير خفيف من الاوجاع، وفي الاوجاع الثانيه اللي هي ناتجه عن شيء موجود بالراس، مرات بيكون في ورم بالراس، في مناجيت، في امراض كثيره مسببه لهالوجع الراس. هلا لنرجع للميجران، الميجران فاذا هي من اوجاع الراس اللي ما بنعرف مضبوط بعد شو سببها. في كثير دراسات عم تنعمل، الدراسات اللي من زمان كانوا يفكروا انه الميجرين جايه بس ناتجه عن خلل بالدوره الدمويه بمنطقه معينه من الراس، هلا لا، اكتشفوا انه هالميجرين في خلل مريت ب 30 ل 35% من الاشخاص بيكون هالمرض وراثي او جينيتيك، يعني موجود بالجين، بيكون في خلل بالدماغ اذا بدك، بهالنيورو ترانسميتر اللي نحن بنسميهم، في خلل فيهم فجأة بيعملوا ديشارج كثير قويه بهالمنطقه وبتنتشر هالمنطقه بالدماغ وبيعملوا الشخص كريسة الميجرين. في تريجر؟ في تريجر اكيد. هلا الميجرين إذا بدنا نعطي ديفينيسيون للميجرين، الميجرين هي وجع كثير أليم، كثير أليم لدرجة إنه الشخص يعني ما بيقدر يكفي حياته العادية. بيجي فجأة؟ بيجي، لا بيجي شوي شوي. ما بيجي فجأة، وقت الوجع بيجي فجأة هيدا سينيال لازم المريض دغري يروح، لا منو ميجرين، لازم المريض يشوف حكيمه، لأنه الوجع اللي بيجي فجأة إجمالا بيكون في شيء، يعني ما فيك تكوني رايقة وما في شيء ومرتاحة وفجأة يبلش وجع راسك بشكل أليم، هون بيكون في مشكلة أكبر من هيك بكثير وضروري الأورجانس. صحيح. يعني اجمالا الشخص اللي عنده ميجرين ببلش يصير يعرف حاله، من هيك بننصحهم للاشخاص يعملوا مثل اجنده او دايري بيكتبوا فيها اجمالا بس تجي الميجرين بيرجعوا 24 ساعه لورا شو عملوا بهال 24 ساعه، شو عملوا يعني شو عملوا يعني شو اكلوا. في انواع من الاكل لاشخاص معينين، يعني التريجرز هن حسب كل شخص. اكيد في دراسات معموله بتقول انه مثلا هل انواع من الاكل ممكن تعمل ميجرين، يعني في اشخاص على الشوكولا ممكن يعملوا ميجرين، في اشخاص على الاسبرتام السكر السكر، في اشخاص على الاشياء اللي بتنزاد بالاكل اللي بناكله ممكن تعمل ميجرين، مثلا في اشخاص المبيد الاحمر ممكن يعمل لهم ميجرين، الجبنه المعتقه، يعني في هالاشياء ممكن تكون تريجر. في علاقه فاذا مع وجع المعده او ما في علاقه؟ في علاقه مع وجع المعده. الاشخاص اللي عندهم ميجرين ميجرين بيعانوا من اوجاع معده بنفس الوقت. في هلا هيدي بنقدر نفسرها شوي بالطب الصيني اكثر من الطب الغربي، لانه الطب الصيني بشوف الميجرين ك سيمبتوم او ك سبب لمشكله اكبر، ما بيشوفها بس انه شخص عنده ميجرين، لانه مثل ما بتعرفي الاشخاص اللي عندهم ميجرين يعني من ال بركي بنعطي شوي الصيني غير انه الوجع بيجي شوي شوي، وجع بيخليك تكفي شغلك العادي. هيدا الوجع اجمالا في 30% من الاشخاص بيشوفوا نوع من الاورا قبله، يعني الاورا يعني ممكن يشوفوا منطقه بالشان دو فيزيون تبعهم بطلوا يقشعوها او بيقشعوا نجوم، بتبلش هالفاز بتبلش
نهار او مرات نهارين قبل الميجران، والاشخاص اغلبيتهم بصير عندهم نسميها فوتوفوبيا او فونوفوبيا. من هون اجت لك شفت نجوم الظهر. شفت نجوم الظهر. الاشخاص اللي كان عندهم يكون عندهم ميجران ما يعرفوا شو عم بيصير معهم، ما بيعرفوا شو عم بيصير معهم، بصير عندهم كمان مش خوف، بصيروا يبعدوا عن الضوء. يعني اجمالا الشخص اللي عنده ميجران بتلاقيه راح على اوضته سكر البواب وسكر الشبابيك، لانه الصوت الصغير بصير يعطي وجع كثير كبير، الضوء بيصير يوجع لعيونه. في اشخاص كثير تترافق معهم الميجران مع العيان نفس، مع استفراغ. يعني بده يكون قد ايه تستمر الميجران؟ الميجران تنسميها ميجران بدها تكون من 4 ساعات ل 72 ساعة. 4 ساعات ممكن تكون ميجران؟ اي 4 ساعات، اقل من 4 ساعات. يعني بدك بدنا نجمع وما بتروح بالادوية العادية. اجمالا العاديه المسكنات الصغيره اذا بدك السر تبعها ومرضى الميجران صاروا بيعرفوا انك تلحقيها قبل ما تتملك فيك. مزبوط. يعني مريت في اشخاص المسكنات العاديه اللي بتلاقيها على الكونتوار بانادول ادفيل ممكن خصوصا اذا لحقوها بالاول. في اشخاص لا، كرايز الميجران تبعهم عن جد بدهم ثلاث ترنتين شو التريتمنتس قبل ما يغدرنا الوقت. اذا عم نحكي عن العلاج الفيزيائي قبل ما نروح على الاكيوبونكتشر، علاج الفيزيائي مثلا المساجات المعينه او علاجات معينه بتكونوا اكزرسيت بتكونوا عم تعطوها كمعالجين فيزيائيين ممكن تكون عم تساعد؟ لا رح اقول لك شغله. هلا الميجرين يعني بيركض للمساج عاده. مضبوط. يعني بننصح الاشخاص اللي عندهم الكتاف يعملوا كل الاشياء اللي بتعملهم ريلاكساسيون ضمن مساج الكتاف، لانه في عدد من الاشخاص بيكون مع الميجرين عندهم تشنج بالعضلات الرقبه بعضلات الراس. الميجرين علاجها كمان في الأدوية، في محل الطبيب له محل ليعطي العلاج المناسب، لأنه في أشخاص عن جد وجعهم بيكون كتير قوي ما بيقدروا يتحملوا، لازم مسكن مسكنات كتير قوية. هلأ بعلاج الميجرين منميز بين تريتمان دو فون منسميه تريتمان دو كريز، يعني بالكريزة شو الأدوية اللي ممكن تاخديها، والأهم أنك تتفادى الميجرين، أنك تهربي من التريجرز اللي هن بخلوا هالميجرين تبين. والتريتمان دو فون اللي هو تريتمان على وقت طويل، الهدف منه أنه يخفف من حدة الميجرين، يخفف من الفريكانس تبعها. يعني اللي بيعمل ميجرين مرتين بالاسبوع يصير يعمل مره بالاسبوع، اللي بيعمل دونك هيدا الهدف من العلاج. بالنسبه للعلاج الصيني، بالنسبه للعلاج الصيني منظمة الصحه العالميه وكثير من المستشفيات الكبيره والمراكز الدراسات الكبيره بامريكا وباوروبا وجدوا محل الاكوبانكشر والعلاج الصيني كعلاج للميجرين. الطب الصيني بيشوف الميجرين شوي، يعني انا هون بدي شوي ضوي على ليش ممكن الطب الصيني كمان يجيب علاج كبير للميجرين. اول شيء لانه الاشخاص بيكونوا عم بياخذوا ادويه نون ستوب، وفي اشخاص كثير ما عم بيلاقوا نتيجه. الطب الغربي بيشوف الميجرين ميجرين، بيعطيه هالنوع الدواء هالنوع الدواء هالنوع الدواء، بيقول له انتبه على هول الاشياء. الطب الصيني بيتفوق شوي على الطب الغربي، انه الميجران بالنسبه له هي عارض من العوارض ممكن تكون لها علاقه باربع مشاكل بجسم الانسان. بينبش على اسبابها يعني. مزبوط. اذا بدك الثقافه الصينيه بتعتبر انه كل شيء موجود بالحياه هو نوع من التوازن بين الين واليانغ، في نوعين من الانرجي من الطاقه الين واليانغ اللي كثير ناس بيسمعوا فيها. او ما في يين بلا يانغ وما في يانغ بلا يين، يعني مثل الشمس والقمر، الليل والنهار، كل شيء بوزيتيف باله شيء نيجاتيف. هالاثنين انرجي بيمشوا بتوازن وما زالوا متوازنين ما في مشكله. وبيشوف جسم الانسان عباره عن خمس اجهزه عم تشتغل بتناغم مع بعضها، والتناغم هو هالإنرجي الين واليانغ اللي عم تمشي بشكل متوازن وستابل كل الوقت. والمعروف انه الراس هو تجمع اليانغ، اليانغ هي البوزيتيف انرجي، يعني اذا الشمس يانغ القمر يين. اجمالا بيعتبروا الرجال يانغ المره يين، لانه المره بتبعها بتقعد بالبيت اهدى، الرجال بتبعوا اكثر بيروح. هذا من الفلسفه الصينيه يعني القديمه، مرق لك اياها. الفلسفه الصينيه القديمه، لا بس بتبعها المره اهدى من الرجال، بيعتبروا المره يين الرجال يانغ. كل الانرجي اليانغ بتطلع على الراس، هيدا التفسير بالطب الصيني. وقت اللي بيصير في خلل بهالاجهزه اللي عم تشتغل مع بعضها، هاليانغ اللي منا منيحه تطلع كثير على الراس، بتعمل الميجرين. شو سببها؟
هون بيختلف اذا بدك الطب الصيني انه ممكن يلاقي شو السبب اللي خلى هالانرجي العاطله تطلع على الراس وتعمل لك هالوجع المؤلم جدا. ممكن يكون بيولوجي يعني بالجسم بس بمكان مختلف ما عم نشك فيه وهو يلي عم يعمل لها الضغط على الراس. لهالسبب بيجوا السؤالات مريت بتتفاجئ فيهم، يعني ممكن تنسألي اذا مثلا بتعرق بالليل، العرق بالليل مثلا هيدا بيدلنا على سيمبتوم معين، اذا في اكتئاب بالمعده، الاكتئاب بالمعده بيدلنا على سندروم معين، بنفحص اكيد النبض، نبض سريع بيعني شيء، نبض البطيء بيعني شيء ثاني، بنشوف الوجه، الوجه المحمر، العينين الحمر. مثلا حتى التشخيص مختلف كليا عن الطب، التشخيص مختلف كليا، نتلاقى بانه ليش بنقول انه هيدي ميجران او وجع راس عادي. خلينا ناخذ اتصال. الو 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 اهلا تفضلي. الو بونجور. بونجورين. الو بونجور، عم نسمع. بدي اسال الحكيمه سؤال. تفضلي. شو سؤال؟ عندي ابني عنده ميجرين من هو صغير. اوكي. اكتشفنا بالعمر 7 سنين اخذته عند الحكيم، طلع مزبوط عنده ميجرين. اوكي عم نسمعك. بس هلا عم يأثر على دروسه، يعني هيدي أول سنة أنا عطية للإدارة خبر إنه هو عنده إيميجرين، بس جانا طرحنا المشكلة على المعلمات وعلى أساس إنه بيساعدوني، وهلا بلش عم يأثر على دروسه كثير. بأي سنة؟ بلش يبكي وبيقول لي ليه أنا؟ ليه أنا ماما بس صغيرة؟ هلا صار عمره 14 سنة. يعني بيجي من المدرسة على استفراغ ووجع راس، ما بيقدر يدرس، الدرس الصبح بكير الساعة 5. من وين عم تحكي؟ من بيروت. ببيروت، لأنه في ديلي بالصوت فكرت عم تحكي من الخارج، فإذا العلاجات عم تكون هون يعني بلبنان. أهلا وسهلا فيكي، راح تحاول رانيا تجاوبك على السؤال. حاول أكيد بنشوف الميجرين بس بشكل كتير قليل عند الولاد، واللي بنلاحظه وقت اللي بيكونوا صغار بالصبيان بينصابوا بالميجرين أكثر من البنات، على كبر ترجع مرات. نحن لما بيكون في وجع راس خاصة عند الولاد يعني بنعمل بانيك، لما بنقتنع أن ميجرين بنرتاح أنه فإذا هيدا منه شيء خطير، يعني شيء مزعج أكيد ومؤلم جدا، مأثر كثير على الحياة. مزبوط مزبوط، يعني مثل ما قلنا بالأول بيأثر، إيه يعني ما بعد فيك تكفي حياتك، وراح يأثر نفسيا كمان بهالعمر طبعا، لأنه بعده بعمر ما بيقدر يفهم إنه ليه أنا، ليه أصحابي بعدهم بالمدرسة وأنا بدي أتأخر بدروسي وأنا بدي أنوجع وأنا بدي أقعد بالبيت، كل هود الأشياء. هلا ما عرفنا أكيد الحكيم عطيه علاج لهالشاب هلا صار يعني 14 ما نعرف كان شو تأثير هالعلاج عليه، قد ايه عم بيكون متفاعل معه، قد ايه ما عم بيكون متفاعل معه. اجمالا حتى ما بننفي العلاج، بكفي الشخص بعلاجه اللي هو عارف صار قد ايش عم بيعطيه نتيجه، ومنبلش نعمل له علاج الاكوبانكتشر. يعني هو مساند. نعم. هو مساند، هو منه مساند يعني بهالعمر ممكن، لانه ما في عوارض جانبيه، لانه العلاج التريتمون دو فون للميجران يعني مش التريتمون بس تبع الكتيز، يعني بنعطي بيعطوه اجمالا الحكمه ليعالجوا الميجران بكل ليتا يعني كفريكانس وكهيك، اجمالا عنده عوارض جانبيه كثير وبدك تاخذيه لسنه لتعرفي اذا هالعلاج مفيد لك ام لا. من هيك الاشخاص هون بصير في بتعرفي قديش عندنا مشكله بالالتزام بعلاج معين لسنه معين لسنه. العلاج بالاكيوبنكتشر قد ايه بده وقت لحتى اللي نعرف اذا رح نستفيد؟ هلا ننصح الاشخاص اللي عندهم ميجرين يجوا اول ما يعني قلنا في سين بنسميهم بوست بريدروم، يعني اول قبل ما تبلش الميجرين بنهار بكم ساعه ممكن الشخص يعرف انه جاي كريسه ميجرين. وقت اللي بيجي الشخص بهالوقت بيعمل سيانس اكوبانكتشر اجمالا في اشخاص كثير بيتفادوا كريزه الميجرين او بتمروا بنسبه اخف. نرجع باردون بس للتريتمون دو فون يعني للميجرين اللي هو وقت طويل حسب قد ايه للميجرين عند الشخص. فاذا الجواب عند على المدام اللي اتصلت انه بعمر 14 او بهالعمر ممكن انه العلاج بالاكيوبنكتشر. ناخذ اتصالات كثير مشان هيك عم عجل. الو الو بونجور اهلا تفضل. كم معي ميجرين انا من عمر صغير، تركت المدرسة بهذا السبب. وهلا كبرت وكان معي أنا آكل ضربة على راسي أنا وصغير، بس ما رحت عند الحكيم. بعدين تبين إنه معي كهرباء بالراس وكذا، تعالجت منها.
ولكن الميجرين بقيت؟ رجع الوجع الراس بيروح 8-9 أشهر ما مثلا ما بيوجعني، بيوجعني بيرجع 15 يوم على فرد سحبة 15 يوم مستمر؟ على شيء تقريبا 5-6 أيام، 5 أيام متواصل بيوجعني. بس أنا هلا ماني عارفين إذا ميجران ولا مش ميجران، بس العوارض اللي عم تجيني قالوا لي عوارض ميجران، استفراغ، وجع عفارد ميلة. يعني بس أنا بدي أسأل إنه هيدا الميجران ولا منه ميجران؟ بطل ما بحب شوف الضوء، أقعد بالعتمة لحالي. راني عندها سؤال لألك. بتقشع شيء مثل نجوم أو شيء بيتغير بالنظر تبعك؟ بالنظر تبعك قبل الميجران؟ سوري؟ كأنه قاشع ضوء قدامك أو نجوم قدامك أو شيء بيتغير؟ لا ما نجوم لا، بس إنه الضوء ما بحب شوفه قدامي. أوكي. استفراغ، هيك العوارض اللي بتجيني. بس ما رجعت رحت شفت حكيم لحتى اعرف اذا الميجران ولا مني ميجران، بس وجع كثير قوي. انا بس بدي اعرف اذا هي العوارض عوارض ميجران اللي معي. اهلا وسهلا فيك علي، تفضلي رانيا. اوكي. هلا الكا هون شوي كومبليكي لانه حكي عن كهرباء بالراس، كهرباء بالراس، وحكي عن متابعة يعني حتى لو كان يعني عم يتعالج. بدنا نشوف شو الأدوية اللي عم بيخدها، شو نوع وكريزة الميجران. يعني خل 15 يوم اللي حكي فيهم وجع، هل 15 يوم فيهم 5-6 أيام وجع ميجران؟ يعني عن جد بحاجة إنه يشوف شخص مختص. ممكن الميجران تكون عم تجي مرتين بالسنة؟ ايه ممكن في اشخاص بتجي لعنده مرتين بسنه. هلا هو بين الكهرباء بالراس وبين شو الادويه اللي عم تاخذ، علما انه مريت ادويه الميجرين اللي هي تريتمون دو فون بتكون ادويه للكهرباء بالراس لانه هو ديفو بالكهرباء بالراس. هلا هو عمل تروما يعني اكل ضربه على راسه، وقبلها كان يحس بوجع. يعني بده يكون تشخيص طويل لنشوف قبل ما ياكل هالتروما شو كان يحس هالشخص، اذا كان عنده وجع راس عادي، ومن بعدها شو اثر هالتروما على الدماغ تنعرف اذا مزبوط ميجران ام لا. واكيد انا برجح انه عم بياخذ نوع من الادويه، نعرف شو هو الدواء، شو كيف عم بيتفاعل مع الدواء. هلا مرتين بالسنه اذا بيعرف فيهم قبل ممكن يتفاديهم. طب الطب الصيني ممكن ياثر على اي علاج عم ناخذه؟ علاج كلاسيكي او ادويه عم ناخذها؟ يعني لا. ممكن يكون في تفاعل بين اثنين او لا؟ ابدا ابدا ما ممكن يكون في تفاعل ابدا. انا كل حال نحن بناخذ كل الاستوريك تبع الشخص لنشوف اذا في حال، اذا في مشاكل صغيره ممكن التأثر، ونرجع وقت اللي بيكون في شخص مثل المسيو عنده مشكله هالقد هيك ممكن فينا نرجع نراجع حكيم الراس تبعه ونتحاور نحن وياه بهذا الموضوع. رانيا جمال اخصائي بالعلاج الفيزيائي وطب الصيني، اهلا وسهلا فيك. ميسي. شكرا. ميسي لكم مشاهدينا، وقفه هلا ونرجع تاني.